جاسم؟ نعم. ألا تعرف مضار التدخين يا ولدي؟ نعم، نعم يا عمي. أدني يا جاسم بأنك ستترك هذه العادة السيئة. هيا يا فيصل لنذهب. منذ متى وجاسم يدخن؟ لا علم لي يا أبي. أريدك أن تقطع علاقتك به منذ الآن. وهل أقطع علاقتي به لأنه يدخن؟ لقد بدأ يدخن وهو بهذه السن، والله أعلم ماذا سيفعل بعد الآن. ألا ترى أنك تبالغ يا أبي؟ أبالغ لأني أريد حمايتك من هؤلاء المستهترين. هيا هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، بالموعد دائما. وهل يفوتنا موعد الطعام الشهي؟ ما به فيصل؟ يغضب دائما من النصائح النافعة. ألن ننتهي من هذا أبدا؟ اذهبي إليه وطيبي خاطره، وأنا سأعد المائدة بنفسي. أمي، ألم تخبري بأني ضقت ذرعاً من هذه المراقبة ومن هذا الحصار؟ فلم أعد صغيراً. اهدأ يا فيصل ولا تتحدث عن أبيك بهذه الطريقة. هذا جزاؤه لأنه يحبك ويخاف عليك. لما كل هذا الخوف؟ أعيش بغابة مع كل المغريات التي حولك؟ نعم، أنت تعيش بغابة. وأستطيع أن أحمي نفسي. تستطيع مع متابعة والدك الدائمة. أمي، يا أمي، أنت أيضاً اليوم خسرت بسببها صديقاً. أيهما أهون، خسارة صديق قد يضرك أم خسارة حياتك؟ حياتي؟ نعم حياتك. اسمع، أتذكر عمك سالم يرحمه الله وكيف خطفه الموت وهو لا يزال شاب ينتظره مستقبل مشرق باهر؟ نعم، لقد مرض مرضا شديدا لم يمهل، يرحمه الله. لقد كانت جرعة زائدة من المخدرات. ماذا؟ مخدرات؟ نعم، لقد رباه جده كما ربى أباك، تربية صالحة متدينة، فاعتقد بذلك أنه أتم عمله ولم ينتبه لأصدقاء السوء، تقربوا منه، أغووه، فجرى ما جرى. من أجل ذلك يحاصرني أبي؟ يرى أنك نبتة صالحة لكنها تحتاج لرعايته ليكتمل نموها وتثمر ثمرا طيبا. إن أخطر ما يقود الشباب للانحراف هي إغراءات أصدقاء السوء. ألم تسمع المثل القائل عن المرء لا تسل واسأل عن خليله؟ هيا سيبرد الغداء. حسنا سنحضر حالا. تعال يا فيصل إلى جانب والدك يا ولد الحبيب. سامحني أبي. نستطيع تربية أبنائنا تربية صالحة عند اتباعنا تعاليم ديننا وإرشادات نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة. هناك قول مأثور: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وآخيه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب.